شيء تاني، على أنت خايف يا ملك يهوذا، الملك أحاز، هو الرب مش وعد إنه داود واللي رح يجي من نسل داود الملكي رح يجلس على كرسي داود إلى الأبد؟ الله اللي تمم كلمته في الماضي مش رح يتمم كلمته في الحاضر؟ فأنت لو أنت كنت مؤمن بالله لازم تعرف إنه مين مكان أشور، بابل، أرام، إسرائيل، أي دولة ضد يهوذا مش رح يقدروا يخلصوا على أي ملك، يعني قضاء كامل، لأنه لازم يجي المسيح من النسل الملكي. عم بقول لأحاز، يعني أنت مش عارف أنه لازم أنه المسيح اللي هو بيتكلم عنه، هل عذراء تحبل وتلد ابنا وتدعو اسمه عمانوئيل، مش المفروض يجي من نسل داود؟ على إيه خايف من أرام والسامرة أنه يخلعوك عن العرش وأنك أنت تنتهي من الملك على مملكة يهوذا؟ هذا الشيء الثاني اللي إشعيا بالوقت المعاصر عم بيشرح لملك يهوذا، الملك الشرير، الملك أحاز.